بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن العقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه الدين ويبنى عليه قبول الأعمال أو ردها. فإن كانت العقيدة عقيدة سليمة فإن الأعمال المبنية عليها تكون أعمالا صالحة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، إذا كانت على وفق ما شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وصلاح العقيدة هو أحد شرطي قبول العمل. أما إذا كانت العقيدة عقيدة فاسدة غير صحيحة فإن الأعمال لا تكون مقبولة ولا مثابا عليها مهما أتعب الإنسان نفسه، لأنه لم يبنها على أساس صحيح. وبناء على ذلك تتضح لنا أهمية العقيدة ومعرفتها، تحقيقها، بخلاف قوم لا يهتمون بالعقيدة ولا يدرسونها ولا يدرسونها ويقولون يكفي التسمي بالإسلام. التسمي بالإسلام لا يكفي إلا إذا كان على عقيدة صحيحة، أما مجرد التسمي بالإسلام مع فساد العقيدة أو اختلالها فإن هذا لا يكفي. تسمى بالإسلام المنافقون وهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. لماذا؟ لأن عقيدتهم كانت فاسدة، كانوا في قلوبهم منكرين وكافرين، وإنما يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. إذن فلا بد من الاهتمام بالعقيدة ولا بد من معرفتها ولا بد من تعليمها للناس ونشرها للناس حتى يعرفوها ويعتقدوها ويبنوا عليها دينهم وأعمالهم. والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله إلى عباده أول ما يبدأون الأمم بالدعوة إلى إصلاح العقيدة، وهي إفراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله أن اعبدوا الله هذا هو العقيدة الصحيحة، اجتنبوا الطاغوت وكل ما يعبد من دون الله هذا هو العقيدة الفاسدة. قال سبحانه وتعالى: ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا، هذه العقيدة الصحيحة، عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. فإن لا إله إلا أنا أو لا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات، نفي الآلهة التي تعبد من دون الله وإبطالها، وإثبات الألوهية لله وحده
لا شريك له، لأن لا يعبد سواه ولا يعبد إلا بما شرعه لعباده سبحانه وتعالى. هذه مهمة الرسل، أول ما يبدأون بإصلاح العقيدة، لأنها هي الأساس. فإذا صلح الأساس صلح البناء واستقام، وإذا فسد الأساس انهار البناء ولم ينفع صاحبه. وهكذا دين الإسلام أساسه العقيدة الصحيحة، وإلا فإنما يبنى على عقيدة غير صحيحة لا يكون صحيحا، مما يدلنا على أهمية بيان العقيدة ودراسة العقيدة ومعرفتها ومعرفة ما يضادها وما يخالفها، حتى نحقق عقيدتنا ونكون على أساس سليم من ديننا. والعقيدة الصحيحة هي ما كانت مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والعقيدة الفاسدة هي التي تكون مخالفة لكتاب الله، مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الاعتقادات والنحل المخالفة لما جاء في الكتاب والسنة فإنها عقائد ونحل باطلة، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تقون. وصراط الله المستقيم هو العقيدة الصحيحة والأعمال الصالحة المبنية على الكتاب والسنة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة التي هي مجال حديثنا الآن. وأهل السنة المراد بهم الذين يسيرون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي على طريقة الرسول. المراد بالسنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السنة في اللغة أو السنن الطريق، والمراد به هنا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان عليها ودعا إليها وبعثه الله بها، هذه هي السنة. والجماعة الذين اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا، ولهذا قال: ولا تتبعوا السبل، أي الطرق المخالفة لصراط الله، سماها طرقا ولم يحددها لأنها كثيرة. أما صراط الله فهو واحد، أفرد صراطه وعدد الطرق لأنها لا حصر لها، فمن خرج عن صراط الله فإنه يقع في المتاهة وفي الشعب الضالة والطرق المظلمة. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، تبعدكم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. والسبل تفرق ولا تجمع. السبل المخالفة لسبيل الله تفرق ولا تجمع، مهما ادعى أصحابها أنهم يجتمعون تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لا يجتمعون وهم على نحل مختلفة وطرق مختلفة، بل يكفر بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا، هذا شيء معروف ومشاهد. أما من كان على صراط الله وعلى العقيدة الصحيحة فإنهم يجتمعون لأن عقيدتهم واحدة، كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا يعصم من التفرق إلا الاعتصام بحبل الله، وهو ما جاء عنه سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من دين الإسلام
وهدي القرآن والسنة. هذا هو حبل الله جل وعلا، حبل الله المتين، القرآن الكريم والإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم. فميزة أهل السنة أنهم لا يتفرقون، وميزة أهل الضلال والمخالفين للعقيدة الصحيحة أنهم يتفرقون فيما بينهم، وكل يكفر الآخر ويضلل الآخر. أما أهل السنة والجماعة فهم إخوة متحابون متناصرون من أول الدنيا إلى آخرها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك ربنا إنك رؤوف رحيم. والله جل وعلا يقول واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء في الجاهلية، كان العرب أعداء لما بينهم، كل قبيلة تغير على الأخرى، بل يغير الأخ على أخيه لأنهم ليس لهم عقيدة تجمعهم، بل هم متفرقون في عباداتهم. منهم من يعبد الأحجار والأشجار، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الصالحين، فكل له نحلة وعقيدة. لذلك كانوا يتناحرون بينه، فلما جاء الإسلام ووحد عقيدتهم توحدت قلوبهم. واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله هي الإسلام، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذا هو الذي يوحد القلوب ويجمع الكلمة ويقوي الجماعة، عقيدة التوحيد، عقيدة الإسلام التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما حصل لصدر هذه الأمة من الاجتماع والائتلاف والموالاة فيما بينهم والبراءة من أعداء الله وأعداء رسوله وقيامهم بالجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله والدفاع عن هذه العقيدة التي من الله بها عليه، وأيضا نشر هذه العقيدة، فلا يقتصرون على أنفسهم بل ينشرونها في العالم، لأن العقيدة الإسلامية عالمية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا، رسالته عالمية وليست خاصة بقومه. فكانوا يدعون إلى هذه العقيدة ويجاهدون في سبيلها، لأنهم يريدون الخير للعالم، يريدون إخراج الناس من الظلمات إلى النور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذه المطالب العظيمة لا تحصل إلا بالانضواء تحت عقيدة التوحيد، وإلا إذا اختلفوا في العقيدة انشغل بعضهم ببعض وضلل بعضهم بعضا وتفرقوا وتعادوا. فلا يوحد الناس إلا العقيدة الصحيحة الصافية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إليها، والتي جاءت بها جميع الرسل ودعوا إليها. ولذلك سموا أهل السنة لتمسكهم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وابتعادهم عن البدع والمحدثات، وسموا بالجماعة لأنهم جماعة واحدة لا يتفرقون ولا يختلفون فيما بينهم، لأنهم على منهج واحد وعلى طريق واحد. وحتى لو حصل بينهم اختلاف في بعض الأمور ونزاع في بعض الأمور فإنهم لا يتعادون ولا يكفر بعضهم بعضا. قد يختلفون في بعض المسائل أو في بعض الأمور لوجهات نظر، كل يريد
أن يتوصل إلى الحق على ضوء الدليل ويحصل بينهم اختلاف نتيجة لاختلاف المفاهيم واختلاف المدارك، ولكنهم لا يتعادون ولا يتقاطعون، وإنما هم إخوة متحابون. هذه سمة أهل السنة والجماعة. أما سمة أهل الباطل، الله جل وعلا يقول: وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. كل لا يرى الحق إلا ما معه، ويعادي الآخرين ويضللهم ويكفرهم، فلا يجمع الناس ولا يوحد القلوب ولا يؤلف الجماعة إلا العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي المأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما خالفها من عقائد الفرق المخالفة التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابه، لا ينجو من النار إلا هذه الفرقة. ولهذا سميت أيضا بالفرقة الناجية، فهم أهل السنة وهم أهل الجماعة وهم الفرقة الناجية وهم الطائفة المنصورة، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وإن قلوا وكثر خصومهم وكثر مخالفوهم، ولكنهم هم أهل الحق، وهم الصفوة المختارة، وهم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم في علمه ودعوته وتبليغ الناس لها. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية، وهم الطائفة المنصورة. كل هذه أوصاف لهم، مما يدل على ميزتهم وعلى خيريتهم. أما الفرق التي خالفت وهي تنتسب إلى الإسلام، فكل له نحلته، كل له طريقته، لكن كلها ضالة، لأنها لم تصدر عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما صدرت عن الأهواء، صدرت عن الأهواء والأغراض، وصدرت عن علوم ابتكروها وبنوا عليها عقيدتهم، مثل علم الكلام وعلم المنطق وتحكيم الرأي. أهل الضلال على هذه الأصول الفاسدة يحكمون الرأي والعقل، ويحكمون قواعد المنطق وعلم الكلام التي يسمونها يقينيات، فيمشون على هذه الأصول الفاسدة، فلذلك انحرفوا وضلوا. أما أهل السنة والجماعة، لأنهم تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله ولزموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم سلموا من هذا الاختلاف وهذا التفرق، وسلموا من هذا الوعيد الذي توعد الله به الفرق المخالفة: كلها في النار إلا واحد، فإنها تنجو من النار. لذلك سميت بالفرقة الناجية. ومنهاجها واضح، ولهذا لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها قال: هي من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. منهجها وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه صحابته الكرام والسلف الصالح. وهذه العقيدة السليمة والعقيدة الصحيحة لها أصول، أي أركان تبنى عليها، وهذه الأصول بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تسمى أركان الإيمان، تسمى أركان الإيمان وأصول العقيدة. لما سأله جبريل بحضرة الصحابة
فقال: يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول العقيدة وأركان العقيدة وأركان الإيمان، والإيمان هو العقيدة. الإيمان هو العقيدة، يسمى العقيدة تسمى عقيدة وتسمى إيمان وتسمى توحيد، كلها أسماء من شيء واحد. ويدخل أيضا أهل السنة والجماعة في أصول الإيمان، يدخلون فيه حكم مرتكب الكبيرة الذي ضلت فيه الخوارج والمرجئة، ويدخلون في أصول الإيمان أيضا مسألة الولاية والحكم وطاعة ولي أمر المسلمين، تحريم الانشقاق عليه وتحريم معصيته والخروج عليه، هذا يدخل في أصول أهل السنة والجماعة. ويدخلون فيها أيضا حب الصحابة وحب قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، خلافا للنواصب وخلافا للروافض الذين اختلفوا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته فظلوا في هذا المضمار. أهل السنة والجماعة على حق واعتدال في حق الصحابة وفي حق القرابة، والفرق الضالة انحرفت في حق الصحابة وحق القرابة، كل ولاه الله ما تولى من الضلال في حقهم. ويدخلون في العقيدة أيضا في مباحث العقيدة، يدخلون فيها بيان صفات أهل السنة وميزات أهل السنة والأخلاق التي هم عليها، كل هذا يدخل في مباحث العقيدة. فأي كتاب من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة إذا تتبعت مباحثه وجدتها لا تخرج عن هذه الأمور، لأنها أمور يجب معرفتها ويجب العمل بها ويجب مخالفة ما خالفها. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وأصل الأصول فيها هو هذا الحديث: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن باليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه ستة أصول. أن تؤمن بالله، هذا هو الأساس، بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الأساس. والإيمان بالله يشمل الإيمان بتوحيد الربوبية، والإيمان بتوحيد الألوهية، والإيمان بتوحيد الأسماء والصفات، يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. فلا يكون مؤمنا بالله إلا من آمن أن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المتفرد بجميع الأمور، وأنه لا أحد يتصرف معه في هذا الكون، وأن الأمر بيده سبحانه، وله ملك السماوات والأرض، بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فتؤمن بأفعال الله جل وعلا وأنه لا يشاركه فيها غيره، فلا أحد يخلق مع الله، ولا أحد يرزق مع الله، ولا أحد يدبر مع الله. وكذلك تؤمن بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد التي شرعها لهم يتقربون إلى الله بها على وفق ما شرعه لهم ووفق ما بينه لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فيخلصون العبادة لله ويتركون عبادة ما سواه. وهذا هو الذي دعت إليه الرسل. أما النوع الأول فهذا العالم أو أكثر العالم يقرون به، حتى المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية.
ولكن الخلاف بينهم وبين الرسل في توحيد الألوهية. المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره، يشركون مع الله في العبادة، وهذا ما عليه جمهور العالم. ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لدعوة الناس إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وهذا تحقيق توحيد الألوهية. وهذا خالف فيه المشركون من أولهم إلى آخرهم، إلى عصرنا هذا وإلى ما بعد مما يعلمه الله. فالمشركون ينازعون في هذا النوع من التوحيد، لا يريدون أن يتركوا معبوداتهم. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ما يريدون يتركون الأصنام ويفردون الله بالعبادة. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذا دأب المشركين في كل زمان. وفي وقتنا هذا تجد عباد القبور لا يريدون ترك عبادة القبور، مهما قلت لهم ومهما بينت لهم، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وكان يريد الحق فإنه يقبل. أما غالب عباد القبور فإنهم لا يريدون إلا البقاء على ما هم عليه، وعلى عبادة القبور وعبادة الأضرحة، ويسمونها توسلا واستشفاعا وجعل وسائط بينهم وبين الله. لا يسمون هذا شركا، بل يقولون هؤلاء وسائط وشفعاء ووسائل بيننا وبين الله، كقول إخوانهم من المشركين الأولين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما يسمونه شرك، يسمونه طلب للشفاعة. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه مقالة المشركين قديما وحديثا، لا يريدون إفراد الله بالعبادة وترك عبادة أصنامهم وأوثانهم وقبورهم، لا يريدون هذا إلا من رحم الله وهداه الله لقبول الحق، وإلا فالأكثر إنهم يعاندون وينازعون في هذا. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بأسماء الله وصفاته، لأن هذا من التوحيد. ولأن الأسماء والصفات تعرف بالله عز وجل، ونتعبد لله بها وندعوه بها. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فتقول يا رحمن ارحمني، يا كريم أكرمني، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، وهكذا تدعو الله بأسمائه وتتوسل إليه سبحانه وتعالى بأسمائه. وإذا عرفت أسماء الله وصفاته فإنك تحبه سبحانه وتعالى وتتقرب إليه وترغب إليه. وخالف في هذا طوائف أهل الضلال من المنتسبين إلى الإسلام كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية ومن سار في ركابهم، فإنهم لا يثبتون الأسماء والصفات بل ينفونها، لأنهم يزعمون أن إثباتها يقتضي التشبيه، لأن هذه الأسماء والصفات موجودة في المخلوقين، فإذا أثبتناها بزعمهم قالوا هذا تشبيه،
والله لا شبيه له. نعم الله لا شبيه له، ولكن إثبات الأسماء والصفات التي أثبتها الله ورسوله لا يقتضي التشبيه، لأن أسماء الله وصفاته لائقة به سبحانه وتعالى، وأسماء المخلوقين وصفاتهم لائقة بالمخلوقين، ولا تشابه بين الخالق والمخلوق. فأسماء الله لا تشابه أسماء المخلوقين، وصفات الله جل وعلا لا تشابه صفات المخلوقين، فلا يلزم من إثبات الأسماء والصفات لا يلزم من ذلك التشبيه، وإنما هذا هو التوحيد. ونفيها عنه سبحانه تعطيل، نفيها عن الله تعطيل وإلحاد. الله سماه إلحادا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه يجزون ما كانوا يعملون. فقوله الذين يلحدون يشمل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتوردية وكل من نفى شيئا من أسماء الله وصفاته، سواء نفاها كلها أو نفى بعضها وأثبت بعضها، فإن من نفى البعض فهو كمن نفى الجميع، لأن الكل واحد، لا يجوز إثبات بعض ونفي بعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله من غير تشبيه، ليس كمثله شيء، ومن غير تعطيل وتحريف، بل نثبت ذلك لله مع اعتقاد أن هناك فارقا بين الخالق والمخلوق في الأسماء والصفات. هذا هو ملخص الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالله وكتبه، هذا هو الأصل الثاني، الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على الرسل، ما سمى الله لنا وما لم يسم. نؤمن بأن الله أنزل كتبا على رسله لهداية الخلق، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالله لم يترك الخلق إلى عقولهم ولا إلى أفكارهم ولا إلى عاداتهم وتقاليدهم، وإنما أنزل عليهم كتبا من كلامه سبحانه وتعالى الذي أوحاه إلى رسله يمشون عليها ويعبدون الله بموجبها، فيها الكفاية للخلق، ومنها صحف إبراهيم وموسى، ومنها التوراة التي أنزلها الله على موسى، ومنها الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ابن مريم، ومنها الزبور الذي أنزله الله على داود، ومنها وأعظمها وأكملها القرآن العظيم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم مهيمنا على ما قبله من الكتب، فهو الكتاب العظيم الذي لم ينزل مثله على بشر، الجامع الشامل لهداية الخلق من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، هذا القرآن العظيم. فنؤمن بكتب الله، أما من يؤمن ببعضها ويكفر ببعضها فهو كافر بالجميع. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال سبحانه: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فكما أننا نؤمن بالرسل نؤمن بما معهم من الكتب التي جاءوا بها، فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعض الكتب كالذي يؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور ويكفر بالقرآن، هذا يكون كافرا بالجميع. والذي يؤمن بالقرآن ويكفر بما قبله من الكتب ولو كتابا واحدا، هذا يكون كافرا.
وكذلك الذي يؤمن ببعض الكتاب، ما يأخذ من الكتاب الواحد إلا ما يصلح له، وما لا يصلح له يرفضه، هذا كافر بجميع الكتاب. قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فلا بد من الإيمان بجميع ما أنزل الله عز وجل وبجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، لا نترك شيئا ولا نعمل بالبعض ونترك البعض الآخر، أو نصدق بعضا ولا نصدق البعض الآخر. لا يكون الإيمان إلا إذا آمنا بجميع الكتب، خصوصا القرآن العظيم، فالكتب السابقة نؤمن بها إجمالا، وأما القرآن فلأنه كتابنا فنؤمن به تفصيلا وبكل ما جاء به ونعمل به كلا، ولا نأخذ ما يوافق أهواءنا فقط ونترك ما خالف أهواءنا كما فعلت بنو إسرائيل. هذا هو الإيمان بالكتب. الإيمان بالرسل هذا أيضا أصل عظيم، أن تؤمن بجميع الرسل من أولهم نوح عليه السلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، ما ذكر اسمه منهم وما لم يذكر اسمه. والله ذكر في القرآن جملة من أسماء الرسل، فنؤمن بهم تفصيلا، ونؤمن بأن لله أنبياء ورسلا غيرهم لم يذكرهم لنا، فنؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد منهم، ونحن له مسلمون، فنؤمن بجميع الرسل. أما من آمن ببعض الرسل وكفر ببعض ولو برسول واحد فإنه يكون كافرا بجميع الرسل. ولهذا قال: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولا واحدا هو رسولهم، لكن لما كفروا برسولهم كانوا كافرين بجميع الرسل. ولهذا كفر النصارى لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكفرت اليهود لما كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، صاروا كفارا لأنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا بالبعض الآخر. والإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ فيؤخذ بعضه ويترك بعضه، لا بد أن يكون الإيمان كاملا شاملا لما أمر الله بالإيمان به. واليوم الآخر، الإيمان بالبعث من القبور والحشر في أرض المحشر، جميع الناس يحشرون من أولهم إلى آخرهم حفاة عراة غرلا شاخص أبصارهم في موقف مقداره 50,000 سنة، وهم واقفون على أقدامهم والشمس دانية منهم، ثم بعد ذلك ينصرفون من المحشر إلى الحساب وإلى وزن الأعمال وإعطاء الصحف، ثم بعد ذلك يمرون على الصراط المنصوب على جهنم، ثم بعد ذلك يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار إلى أبد الآباد، وإن الآخرة لهي دار القرار. فنؤمن بأننا نبعث بعد الموت. والإيمان باليوم الآخر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية يشمل كل ما بعد الموت، يشمل الإيمان بعذاب القبر وبنعيم القبر، ويشمل الإيمان بالبعث وإعادة الأجسام التي فنيت وتلاشت، إعادتها كما كانت، يعيدها الذي خلقها أول مرة كما كانت، وتعود فيها الأرواح وتحيا ثم تمشي، ويخرجون من الأجداث يمشون مسرعين كأنهم جراد منتشر، يذهبون إلى المحشر ثم
بعد ذلك أهوال يوم القيامة وما يجري فيه من الحساب ووزن الأعمال وإعطاء الصحف باليمين أو بالشمال والمرور على الصراط على متن جهنم، فمنهم من ينجو ومنهم من يقع في جهنم، ولا ينجو إلا أهل الإيمان والتقوى ثم ننجي، وإن منكم إلا واردها. هذا هو المرور على الصراط، كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية، ونؤمن بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له حوضا مسافته شهر وعرضه شهر، وآنيته عدد نجوم السماء، ماءه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج، من شرب منه شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. نؤمن بهذا، كل ما أخبر به القرآن أو أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت إلى أن يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، نؤمن بذلك كله، ولا ننكر شيئا من اليوم الآخر، وهو من الإيمان بالغيب، لأن اليوم الآخر لم نره، وإنما هو وعد مستقبل، فنؤمن به بناء، ونحن ما شاهدنا، نؤمن به بناء على خبر الله وخبر رسله عليهم الصلاة والسلام، ونستعد له للأعمال الصالحة، ونتوب من الأعمال السيئة قبل أن نواجه هذا اليوم وننتقل إليه ونحن على غير استعداد وعلى غير أهبة. والركن السادس الإيمان بالقدر، أن كل ما يجري في هذا الكون من الخير والشر والكفر والإيمان والمرض والصحة والجوع والعطش والنعم والنقم وكل ما يجري في هذا الكون فإنه مقدر، وليس هو اعتباطا، وإنما هو مقدر بتقدير سابق قدره الله سبحانه وتعالى، فلا يقع شيء إلا وقد قدره الله. والإيمان بالقدر يتضمن أربع مراتب، إن نقصت واحدة لم يصح الإيمان بالقدر. المرتبة الأولى أن تؤمن بعلم الله الشامل، وأنه علم كل شيء سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ، فما من شيء يقع ويجري إلا وهو مكتوب في اللوح المحفوظ، وذلك قبل أن يخلق السماوات ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فنؤمن بذلك، وأن كل شيء فهو مكتوب في اللوح المحفوظ. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، إلا في كتاب يعني في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة الإيمان بأنه لا يقع في هذا الكون إلا ما شاءه الله وأراده، كل شيء بمشيئة الله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يقع شيء في هذا الكون إلا وهو بمشيئة الله وإرادته سبحانه وتعالى، لا يقع في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى وما يشاء. الله جل وعلا فعال لما يشاء، فعال لما يريد. والمرتبة الرابعة أن تؤمن أن كل ما يقع في هذا الكون فهو خلق الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، الله هو الخالق، هو الذي يخلق كل ما يكون في هذا الكون، ولا أحد يخلق مع الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يوجد شيء مع الله جل وعلا، بل هو الخالق وحده سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. في هذا الكون فهو خلق الله، الله خالق كل شيء
وهو على كل شيء وكيل. الله هو الخالق، هو الذي يخلق كل ما يكون في هذا الكون، ولا أحد يخلق مع الله سبحانه وتعالى، ولا أحد يوجد شيء مع الله جل وعلا، بل هو الخالق وحده سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون. ولا ينافي هذا أن للعباد مشيئة، وأن للعباد أفعالا واختيارا، الله جعل لهم، الذي خلق وقدر وكتب جعل للعباد أفعالا اختيارية، وجعل لهم إرادة ومشيئة، يفعلون الأشياء باختيارهم، فيفعلون الطاعات باختيارهم وإرادتهم ورغبتهم ويثابون عليها، ويفعلون المعاصي بإرادتهم واختيارهم وإقدامهم ويعاقبون عليها، فهم يثابون على أفعالهم وعلى نياتهم ومشيئتهم، ويعاقبون على ضدها من الكفر والفسق والضلال وغير ذلك. لا بد من الإيمان بهذا، الإيمان بالقدر خيره وشره. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، فما من شيء يخلق ويوجد إلا وهو مقدر بقدر الله السابق سبحانه وتعالى. هذه أصول الإيمان التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام، وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة من أجل أن يؤمنوا بها ويعتقدوها ويعملوا بمقتضاها. الإيمان بالملائكة، الإيمان بالله وبملائكته، والملائكة خلق من خلق الله من عالم الغيب لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، خلقهم الله من النور، وخلق الجن من النار، وخلق بني آدم من تراب، خلق آدم من تراب، وخلق ذريته من ماء مهين، وخلق الملائكة من النور، وخلق الجن والجان من نار السموم من اللهب. الله جل وعلا قادر على كل شيء، وهذه أصول هذه المخلوقات. فالملائكة عباد مكرمون عند الله سبحانه وتعالى، يعبدون الله جل وعلا، ويعمرون السماوات بعبادة الله وبالتسبيح والتكبير والتهليل، يسبحون الليل يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون الله جل وعلا ويعبدونه. فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هؤلاء هم الملائكة. وأيضا مع عبادتهم لله هذه العبادة العظيمة، فالله جل وعلا يأمرهم ويسند إليهم تدبير بعض الأشياء التي يريدها سبحانه وتعالى. فمنهم الموكل بالقطر والنبات، ومنهم الموكل بالوحي وهو أشرف الملائكة، الموكل بالوحي وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، ينزل بالوحي من الله إلى رسله. ومنهم الموكل بالأجنة في بطون الأمهات، فما من حمل في بطن أمه إلا إذا تم له 4 أشهر في بطن أمه يرسل إليه الملك، يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات يكتبها على هذا الجنين، يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يكتبه الله. وهذه الكتابة هذه من اللوح المحفوظ، لأن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذه كتابة ثانية من اللوح المحفوظ، مما كتبه الله اللوح المحفوظ. ومنهم الموكل بحفظ أعمال بني آدم، وهم الذين ينزلون ويتعاقبون مع بني آدم، ملائكة بالليل مع الإنسان، كل إنسان معه ملائكة،
بالليل والنهار يكتبون أعماله وما يصدر منه من أقوال وأفعال، سواء كانت أعمالا صالحة أو أقوالا صالحة أو كانت سيئة. فملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، وفي يوم القيامة يعرض هذا الكتاب على هذا الإنسان: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فتجد ما صدر منك في الدنيا تجده كله مكتوبا في صحيفتك، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأوا كتابي، يفرح ويقول للناس اقرأوه، لأنه سار: إني ظننت أي أيقنت أني ملاق الحساب، فهو في عيشة راضية. والآخر: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يعني ليتني لم أبعد، ليتني لم أبعد، ليت الموت صار هو الموت ولا حياة بعده، يتمنى هذا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. من هو الذي كتب هذا الكتاب وأحصى هذا الإحصاء؟ هم الملائكة الذين معك وأنت لا تراهم، لكنهم دائما معك، يكتبون ما يصدر منك من أقوال وأعمال وحتى النيات التي في القلب يكتبونها، ولا يتركون شيئا، يتعاقبون بالليل والنهار، يجتمعون في صلاة الفجر ويجتمعون في صلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فينا يصعدون بعد صلاة الفجر، ويأتي وينزل ملائكة النهار ويحضرون صلاة الفجر، ثم يبقون معنا إلى صلاة الفجر الثانية، ثم ينزل الآخرون. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، يجتمعون في صلاة الفجر، صلاة الفجر بعد صلاة الفجر يصعد الذين باتوا فينا، ويبقى معنا ملائكة النهار إلى صلاة العصر، ثم ينزل ملائكة الليل في صلاة العصر ويحضرونها، فيصعد ملائكة النهار ويبقى ملائكة الليل، وهكذا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنار، منذ أن تبلغ سن التكليف عاقلا إلى أن يحضرك الأجل، وهؤلاء الملائكة ملازمون لك وأنت لا تراهم، أن تقول وتفعل وتكلم وتبطش وتظلم وتكفر وتفسق وتعمل ما بدالك، لكن كل شيء محفوظ، كل شيء محفوظ، وأنت تظن أنه راح، تظن إن الكلام راح وأن الأفعال اللي فعلتها راحت وانتهت وهي محفوظة عليك. فعليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومنهم الملائكة الموكلون بقبض الأرواح، وهم ملك الموت وأعوانه موكلون بقبض الأرواح، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون. الملائكة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي هذا رئيسهم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وهؤلاء أعوانه يتعاونون في قبض روح العبد، ومعهم رئيسهم، فإذا أخرجوا الروح من جسد الإنسان أخذها الملك رئيسهم ووضعها في الغلاف الذي معه روح المؤمن وروح الكافر. روح المؤمن تخرج ولها رائحة الطيب، وروح الكافر تخرج منتنة والعياذ بالله،
كأنتني جيفة على وجه الأرض. روح المؤمن تصعد إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء، ثم يأمر الله بها تنزل إلى الأرض إلى أن يبعثه الله. وروح الكافر تصعد إلى السماء ولكن لا تفتح لها السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، فتطرح إلى الأرض طرحا، تذهب إلى سجين في أسفل سافلين إلى أن يبعثه الله يوم القيامة. هؤلاء موكلون بقبض الأرواح، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل، معه الصور وهو القرن، ينفخ فيه النفخة الأولى فيموت كل من على وجه الأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض، يعني ماتوا، إلا من شاء الله أن لا يموت فإنه لا يموت. ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون، تطير الأرواح من هذا القرن، كل روح تطير إلى جسمها الذي قبضت منه في الدنيا، تطير إليه فيحيا بإذن الله ويقوم يمشي. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظر. هؤلاء هم ملائكة الرحمن، والإيمان بهم من أركان الإيمان. ومن كفر بالملائكة أو قال إن الملائكة إنما هي عبارة عن الخواطر والهواجس التي تأتي على الإنسان، الهواجس الطيبة، هذه ملائكة الخير، والتي الهواجس الردية هذه ملائكة الشياطين، فهذا كافر بالله عز وجل، لأنه لا يؤمن بالملائكة. والله جل وعلا أخبر بالملائكة وأخبر بأعمالهم وأخبر بصفاتهم، فالذي يكفر بالملائكة ويقول ما في ملائكة مخلوقون وإنما هي أشياء معنوية، هذا قول الباطنية، قول الملاحدة. ومع الأسف قد يوجد هذا القول في بعض كتب المعاصرين، وهو إلحاد وكفر بالله عز وجل. فلا بد من الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة له ثمرة، وهي أنك تستحي منهم وتتحفظ منهم، فلا تملي عليهم إلا ما هو في صالحك، وإذا صدر منك سيئة فتوب إلى الله لأجل أن تمحى عنك هذه السيئة ويتوب الله عليك. فإذا آمنت بالملائكة فإنك تستحي منهم وتتحفظ منهم وتخاف أن يكتبوا عليك شيئا يضرك، وأيضا تثق في أن عملك الصالح لا يضيع وأنه مكتوب وموثق، فلا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. ثم أهل السنة أيضا ذكروا من أصول الإيمان العقيدة كما ذكرت لكم الحكم في أصحاب الكبائر التي دون الشرك، الذين المسلم المؤمن الذي تصدر منه كبيرة دون الشرك، كالسرقة والزنا وشرب الخمر وأكل الربا، هذه كبائر لكنها دون الشرك. الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل السنة والجماعة يرون أن مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له ولم يعذبه، وإن شاء عذبه بالنار ثم يخرج من النار ويدخل الجنة، لأنه من أهل التوحيد، ولا يخلد في النار إلا أهل الكفر وأهل النفاق الأكبر وأهل الشرك، فهو وإن عذب في النار فإنه لا يخلد فيها، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أخذوا بهذه الآية الكريمة وغيرها من الأدلة التي تدل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، ولكنه يكون ناقص الإيمان، ويسمونه الفاسق الملي، فاسق ملي أو ناقص الإيمان، أو هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. المهم أنهم لا يخرجونه من الإسلام، لا يخرجونه من الإيمان، ولا يسلبونه الإيمان بالكلية، لكنهم لا يعطونه اسم الإيمان المطلق أي الكامل،
بل يقولون إنه عنده يقولون إنه عنده كفر وعنده إيمان، كفر أصغر وعنده إيمان، ولذلك يسمونه بالفاسق الملي، يعني الذي لم يخرج من الملة. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم حكموا بكفر، حكموا بكفر مرتكب الكبير وأنه خارج من الملة، نسأل الله العافية. وهذا ضلال ومخالف لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأدلة أخرى تدل على أن مرتكب الكبيرة التي دون الشرك أنه لا يكفر، لكن لا يتسع المقام الآن لسردها أو ذكر كثير منها. أما الخوارج والمعتزلة، الخوارج يقولون يكفر مرتكب الكبيرة يكفر، لأن الله توعده بالنار، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فهو من دخل النار لا يخرج منها خالدين فيها أبدا. نقول لهم نجمع بين النصوص ولا نأخذ بطرف ونترك بطرف، الله توعد العصاة بالنار لكنه أخبر أن ذلك راجع إلى مشيئته، إن شاء نفذ فيهم الوعيد وإن شاء غفر لهم. نجمع بين النصوص ولا نأخذ بطرف ونترك بطرف. المرجئة عكس المعتزلة والخوارج، المرجئة يقولون لا، ما يضر مع الإيمان معصية، المؤمن الإيمان هو التصديق بالقلب، أو هو التصديق بالقلب والنطق باللسان، والأعمال شيء غير الإيمان وخارج عن الإيمان، فمن كان مصدقا بقلبه وناطقا بلسانه فهذا هو المؤمن الكامل الإيمان، والمعاصي لا تضره ولا تنقص إيمانه. واعتمدوا على نصوص الوعد التي وعد الله بها التوبة والمغفرة، فأخذوا بطرف وتركوا طرفا من النصوص، يتبعون ما تشابه منه، يأخذون المتشابه ويتركون المحكم، فهم على طرفي نقيض مع الخوارج والمعتزلة. هؤلاء غلوا في الحكم على مرتكب الكبيرة حتى أخرجوه من الإيمان، وأولئك غلوا في التساهل حتى إنهم جعلوا الأعمال لا دخل لها في الإيمان، وأن الإيمان هو ما كان بالقلب وباللسان، وأما الأعمال فهي مكملات وليست من الإيمان، ولذلك لا يضره لو لم يعمل عملا قط، ما دام أنه مؤمن بقلبه وناطق باللسان، أو مؤمن بقلبه فقط فإنه عندهم مؤمن، وهذا خلاف الحق، هذا خلاف الحق. وما عليه أهل السنة والجماعة هو الصواب، وهو المتمشي مع الأدلة، وفيه الجمع بين الأدلة والعمل بكل الكتاب. أما هاتان الطائفتان وكل منهم أخذ بطرف من كتاب الله وترك الطرف الثاني. هذا ملخص حكم أهل السنة والجماعة على مرتكب الكبيرة. طاعة ولي الأمر هذا فرض على الأمة، أن تطيع ولي أمرها في غير المعصية ولا تخرج عليه، لأجل اجتماع الكلمة ولأجل هيبة المسلمين أمام عدوهم، ولأجل بقاء المحبة بينهم، ولأجل التعاون على البر والتقوى، فلا خير إلا بالاجتماع، ولا اجتماع إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، فلا بد من هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر بطاعة ولاة الأمور بعد طاعته سبحانه وطاعة رسوله. فأهل السنة والجماعة يلتزمون السمع والطاعة لولي أمرهم إلا إذا أمر بمعصية، فإنهم لا يطيعونه في تلك المعصية، لكن يطيعونه فيما عداها مما ليس بمعصية. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق،
وأمر صلى الله عليه وسلم بطاعة ولاة الأمور وإن جاروا وإن ظلموا ما لم يخرجوا من الإسلام وما لم يصدر منهم كفر بواح، عليه من الله برهان، حتى وإن كان عندهم فسق أو معاصي أو كان عندهم ظلم فإنهم لا يجوز الخروج عليه ما داموا لم يخرجوا من الدين، لأن بقاء الطاعة لهم فيها مصالح للمسلمين وفيها اجتماع الكلمة، والخروج عليهم فيه تشتيت لاجتماع المسلمين وفيه ضياع للحقوق وفيه إهدار للدماء وسفك للدماء وفيه تمكين للعدو الكافر وعدو المسلمين من التسلط عليهم، لأنهم أصبحوا لا جماعة لهم ولا قوة لهم، فيتدخل العدو الكافر بين المسلمين. فالله جعل الولاية الإسلامية حماية للمسلمين، ولا يمكن أن تتم الولاية إلا بالسمع والطاعة والانقياد بالمعروف، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على ولاة الأمور وشق عصا الطاعة، ويزعمون أنهم ينكرون المنكر ولا يصبرون على الظلم، وأنهم يريدون قمعهم عن المعاصي والمخالفات، هذا يلزم منه مفسدة أكبر. هو وإن كان فيه نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أنه يلزم عليه مفسدة أكبر، وهو انتقاض حبل الإسلام وتسلط الأعداء وإهدار الحقوق وسفك الدماء وغير ذلك مما تعلمون وتسمعون الآن من الفتن، وتسمعون من القلاقل بسبب أن أولئك الذين تجري عندهم هذه الأمور وهذه القلاقل ليس لهم قيادة ولا يخضعون لقيادة، وإنما هم أحزاب وجماعات، وكل يريد أن ينتزع الأمر لنفسه، فحصل ما تسمعون من الفتن والقلاقل وسفك الدماء والتشريد، ولو كانوا تحت إمرة مسلمة تسوسهم بالعدل والحكمة وتحكم فيهم شرع الله وسمعوا لها وأطاعوا لحصل لهم الاستقرار وحصل لهم الأمن. فلا يحصل هذا إلا بإقامة ولاية على الشرع تحكم بكتاب الله، وإن كان عندها شيء من التقصير أو شيء من المخالفات التي هي دون الكفر، لأن الكمال صعب، وهذا لم يوجد إلا في عهد الخلفاء الراشدين، أما بعدهم فحصل شيء من التقصير وحصل شيء من المخالفات وحصل شيء عند الولاة من الظلم، ولكن الصبر عليهم والسمع والطاعة لهم يحصل به من المصالح ما يترجح على ما يحصل من المفاسد التي تصدر منهم. فهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة يجب معرفته، لأن دعاة الضلال الآن ودعاة الفتنة يحرشون بين الناس ويريدون أن يفرقوا بين الراعي والرعية وجماعة المسلمين، ويريدون أن ترجع الفوضى إلى بلاد المسلمين، فيجب الحذر من هؤلاء، وأن نلزم أصل أهل السنة والجماعة في هذا الأمر المأخوذ من كتاب الله ومن سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، لما وعظ صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذربت منها العيون، قالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. عليكم بالسمع والطاعة لمن؟ لولي الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني.
وذلك لما يترتب على هذا الأمر من الخيرات الكثيرة وما يترتب على فقده من الشرور العظيمة. وأكبر شاهد ما تسمعون الآن وما ترون الآن من الفتن والقلاقل في المجتمعات التي ضيعت هذا الأصل. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. والعقيدة تحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، لا يكفي فيها محاضرة واحدة، لأن فيها كتبا مؤلفة ومطولة تحتاج إلى شرح، تحتاج إلى توضيح، ولكن هذا محله الدروس والمقررات في المدارس والمعاهد والكليات. فعلينا أننا نحرص على دراسة هذه العقيدة بتفاصيلها وأن ننشرها ونبينها للناس حتى نكون على بصيرة من أمر ديننا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. الأسئلة كثيرة جدا، ولعلنا كذلك نركز على ما يتعلق بالموضوع وهي الأسئلة المتعلقة في العقيدة. سائل يقول: ما معنى كلمة العقيدة لغوية؟ العقيدة لغويا ما يعقد عليه القلب ويجزم به القلب ويعتقده القلب، هذه هي العقيدة. نعم. يقول السائل: يحتج بعض الناس أنه كان لا يوجد اسم أهل السنة والجماعة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، فالاسم محدث، فما رد هذه الشبهة؟ وبعضهم يقول: ليس الذي ينجو إلا أهل السنة فقط. هذا كلام باطل والعياذ بالله. موجود لفظ أهل السنة والجماعة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سمعته، لما قال: تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. هذا أهل السنة والجماعة، من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وسماهم الفرقة الناجية لأنهم نجوا من النار من بين هذه الفرق، فالناجية مأخوذ من هذا الحديث. الطائفة المنصورة من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. وأهل السنة مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. فلفظ أهل السنة والجماعة مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة والحمد لله. ولكن هذا القائل مضلل ولا جاهل؟ إما أنه مضلل يريد أن يفسد عقيدة المسلمين ويقول: ليس لكم عقيدة وليس لكم سنة وجماعة، هذا كلام محدث، أو هو جاهل لا يدري ماذا يقول، فنحن لا نطيع هذا ولا نطيع هذا، وإنما نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل: ما قول الشرع في من ينادي بالحوار بين الحضارات والتعايش بين الأديان؟ هذا قول باطل. الحوار بين الأديان، ما فيها أديان الآن إلا دين الإسلام، ما فيها أديان صحيحة إلا دين الإسلام، وما عدا الإسلام فهو دين باطل. قال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فهو رسول الله إلى جميع البشر بما فيهم اليهود والنصارى أصحاب الديانتين، لأنه ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يبقى دين صحيح إلا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. أليس هناك دين صحيح يحاور معه إلا هذا الدين، دين الإسلام؟ إن الدين عند الله الإسلام. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو ما جاءت به الرسل كلهم على الإسلام، ثم بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم صار الإسلام هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقبل الله من أحد سواه.
لا يقبل الله من أحد سواه. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. وهل اليهود والنصارى مطيعون للرسول صلى الله عليه وسلم أو كافرون به؟ كافرون به، ما يكفي أنهم عصوا الرسول بل كفروا به، فكيف نقول نتحاور معهم؟ نتحاور بين كفر وإيمان، وبين توحيد وشرك، وبين ضلال وهدى. هذا معناه التسوية بين الأديان، الحق والباطل، وأنها في درجة واحدة تتعايش، وكل يعتقد ما يريد، وكل يدين ما يريد. وإن شاء الإنسان يصير يهودي، أو إن شاء يكون نصراني، أو إن شاء يكون مسلم، وكلهم مسلمون وكلهم مؤمنون، هكذا يقول. نقول: لا، ليس هناك دين وليس هناك إسلام إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وما خالفه فهو كفر وضلال، وأصحابه في النار خالدين فيها، شاءوا أم أبوا. هم يريدون أن المسلمين يدخلون معهم ويتركون دينهم، لكن جاءوا بهذه الطريقة الماكرة، جاءوا بهذه الطريقة الماكرة، ولا يريدون أن يأتوا هم مع المسلمين، لا، يريدون العكس. أنا يجب الحذر من هذه الدعاية وهذه الفرية الضالة التي يروج لها من يروج، ومع الأسف يتفوه بها بعض من ينتسبون إلى الدعوة وينتسبون إلى الإسلام لجهلهم أو لعنادهم وتمردهم. نعم. بسم الله عليك. يقول السائل: هل بدعة التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره بدعة مكفرة أو بدعة مفسقة؟ وما هي أقسام التوسل من حيث الجواز وعدمه؟ وما حكم التوسل بالحي غير القادر؟ التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره، جاه غيره من الصالحين، هذه بدعة، بدعة، لكنها لا تصل إلى حد الكفر، لكنها وسيلة، وسيلة إلى الكفر، لأنه إذا يتوسل بجاهه في الأول ثم يدعوه في النهاية ويعبده في النهاية، فالتوسل بجاه النبي وسيلة إلى الشرك، وهو بدعة، هو بدعة مضللة ووسيلة إلى الشرك. والتوسل المشروع هو ما جاء في الكتاب والسنة، توسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا التوسل. تقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي إنك أنت التواب الرحيم، يا رزاق ارزقني، وهكذا. التوسل أيضا بالأعمال الصالحة، تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة واتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. حديث أصحاب الغار الذين انسد عليهم الغار فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم فأنجاهم الله عز وجل. توسل إلى الله بالتوحيد، مثل ما توسل ذو النون عليه السلام، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأنجاه الله من الغم، لأنه توسل إلى الله بتوحيده وألوهيته سبحانه وتعالى. هذه هي الأمور التي يتوسل بها إلى الله. دعاء الصالحين أيضا الأحياء، تأتي إلى عبد صالح حي تطلب منه أن يدعو الله لك، كما توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلب منه أن يدعو الله أن يسقي المسلمين، فدعا العباس وهم يؤمنون فأنزل الله عليهم المطر. توسل بدعاء الصالحين هذا شيء طيب، أما الأموات فلا يتوسل بهم ولا يطلب منهم شيء، لأنهم ماتوا وانتقلوا إلى الدار الآخر، إنما هذا يكون مع الأحياء فقط.
ولهذا عدل النبي عدل عمر رضي الله عنه عدل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ميت، وذهب إلى العباس مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس، ولكن النبي ميت والميت لا يطلب منه شيء، وعدل إلى المفضول وهو العباس لأنه حي ويقدر على الدعاء، فيطلب من الحي القادر يطلب منه الدعاء لأنه مظنة الإجابة. نعم. يقول السائل: هل الواجب على المسلم فهم تفاصيل العقيدة أم يكفي معرفتها إجمالا؟ فمثلا مسألة القضاء والقدر مشكلة على كثير من الناس. الذي عنده تمكن يقدر على التعلم يجب عليه أن يتعلم العقيدة تفصيلا، وأما العام والإنسان اللي ما عنده قدرة على التعلم يكفي أن يعتقد إجمالا، أن يعتقد ما في الكتاب والسنة وما عليه المسلمون، ما عليه أهل السنة والجماعة، يعتقد ذلك إجمالا ويكفيه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. يقول السائل: العذر بالجهل، قضية العذر بالجهل كيف التعامل معها، وكيف التعامل مع بعض الرافضة الذين يعملون بيننا في بعض الدوائر الحكومية؟ لا يعذر بالجهل إلا من لم يبلغه، من لم يبلغه العلم، من لم تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان يعيش في منقطع من العالم لا يصل إليه، لم يسمع القرآن ولم يسمع ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمع بشيء من أحاديث الرسول، فهذا يعذر بالجهل إلى أن يقدر، إلى أن يصل إليه ويبلغه القرآن، تبلغه بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا يعذر. إذا بلغه القرآن قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهذا الذي هو الذي يعذر بالجهل لأنه لا يستطيع أن يزيل هذا الجهل، ما عنده أحد، ولم يبلغه قرآن ولا سنة ولا عنده أحد يدعوه يبين له، هو معذور. أما إنسان يعيش مع المسلمين وبين العلماء ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع كلام أهل العلم ويبقى على ضلاله وعلى شركه ويقول أنا معذور بالجهل، هذا ما هو معذور. أو يقول أحد من الناس إن هذا جاهل ويعذر، هذا ما هو صحيح، هذا بلغه القرآن، بلغته السنة، فلماذا لم يسأل؟ لماذا لم يقبل الدعوة إلى الله عز وجل؟ لماذا لم يترك الشرك وأن العلماء يقولون هذا شرك وهذا كفر ولا يتركه يبقى عليه وهو يسمع؟ هذا لا يقدر بالجهل. أو إنسان يقدر على أنه يتعلم، عنده من يعلمه عنده من يبينه، لكنه لم يطلب هذا، لم يطلب التعلم ولم يتعلم وبقي على جهله مع إمكانه أنه يتعلم، هذا لا يعذر بالجهل. نعم. القضاء والقدر بيناه عقيدة لا بد من الإيمان به وترك. لاحظوا يا أخوان، ترى كثرة الأسئلة في القضاء والقدر تبعث على الحيرة، لأن القضاء والقدر سر الله جل وعلا، نحن نؤمن به على ما جاء في الكتاب والسنة ونعتقده وندين الله به، ولكن لا ندخل في تفاصيله، لماذا قدر الله كذا، لماذا كتب الله كذا، هذا لا يوصلنا إلا إلى متاهة، لأن هذا سر الله جل وعلا في خلقه فلا ندخل فيه. نعم. أنت الإمام. سائل يقول: هل الجماعات الموجودة في هذا الزمان تدخل ضمن الفرق الناجية أم لا؟ أرجو الإجابة مع الدليل لوجود إشكالات كثيرة حول هذا الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا البيان الواضح لما سئل قيل: من هي الفرقة الناجية من النار؟ قال: هي من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فالجماعات كلها تعرض على هذا الحديث، فمن كان منها على كتاب الله وسنة رسوله فهو من الفرقة الناجية، ومن كان منها مخالفا لهدي الرسول ومخالفا لما جاء في القرآن فهو من الفرق الضالة. نعم. سائل يقول: ما حكم من قال في الصحابة مجموع الدراويش، وهل يأثم الشخص إذا سكت على قوله بحجة أن له سلطة عليه ويخشى أن يصله شره إذا رد عليه؟ إذا تنقص الصحابة رضي الله عنهم
تنقص الصحابة فهذا يكفر، أن الله جل وعلا يقول لما ذكر الصحابة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، قال في ختام الآيات ليغيظ بهم الكفار، فلا يغتاظ من الصحابة ويبغض الصحابة ويتنقصهم ويسبهم إلا كافر، لأنه ما أبغضهم إلا لأنه يبغض هذا الدين، لأنهم هم الذين قاموا بهذا الدين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلقوه عنه وبلغوه للناس ودعوا إليه وجاهدوا في سبيله حتى إنهم تفرقوا في البلاد، ومنهم من مات بعيدا عن المدينة أو استشهد، كل ذلك من أجل تبليغ هذا الدين ودعوة الناس إليه، فلا يتكلم فيهم إلا منافق معلوم النفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسبة أصحاب اللي تنقصهم، يقول إنهم درويش أو إنهم جهال أو هذا ضال، ودليل على أنه يبغض الصحابة، وإذا أبغض الصحابة فهو يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، يلزم من هذا، وإذا أبغض الرسول كفر بالله عز وجل. نعم، لا يحبهم إلا مؤمن. والذين جاءوا من بعدهم أي بعد الصحابة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلا يبغضهم إلا منافق ولا يحبهم إلا مؤمن. المنافقون تنقصوا الصحابة، يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب. قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسنا أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الأمر واضح في هذا. نعم، وأما التعامل مع الرافضة أو مع غيرهم من فرق الضلال فنحن لا نأنس بهم ولا نحبهم ولا ننبسط معهم، نجعلهم على جانب ونؤدي أعمالنا الموكولة إلينا ونترك هؤلاء على جانب، لا نحبهم ولا نواليهم ولا ننبسط معهم. نعم. يقول السائل ما الطريقة لمعرفة أسماء الله تعالى الحسنى وخصوصا كثرة الخلاف في بعضها مثل المنتقم والكافي، وهل يجوز أن أشتق من كل اسم صفة وأدعو الله تعالى بها مثل اللهم إني أسألك برأفتك وودك ورفقك وعفوك؟ أسماء الله الحسنى موجودة في القرآن، كل ما ذكر في القرآن من أسماء الله أو صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة فهو من أسماء الله الحسنى، لأن أسماء الله ما تنقسم إلى قسمين بعضها حسنى وبعضها ما هو حسنى، لا كلها حسنى، كل أسماء الله حسنى ما علمنا منها وما لم نعلم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كل أسمائه سبحانه حسنى ما يعني كاملة ما علمنا منها وما لم نعلم، وما ذكر في القرآن من أسماء الله أو ذكر في السنة الصحيحة فهو من الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى كل أسمائه سبحانه حسنى ولكن لا تخ